الإصابات الرياضية هي الإصابات التي تحدث عند الرياضيين أثناء ممارسة الرياضة، وهي أيضا تحدث عند غير الرياضيين بوجود إصابات مشابهة التي تحدث أثناء الحركات أو الممارسات الرياضية. من أكثر مفاصل الإصابة بالإصابات الرياضية هو مفصل الركبة. إذا تعرض مفصل الركبة إلى إصابة مباشرة أو أحيانا إصابة غير مباشرة قد تنتج إلى حركة دورانية تؤدي إلى تمزق في الغضاريف أو قطع في الأربطة. من أكثر إصابات الركبة شيوعا هو إصابة الغضاريف الهلالية، إما الغضروف الهلالي الداخلي أو الخارجي. والغضروف الهلالي هو عبارة عن نسيج غضروفي ليثي يفصل بين سطحي المفصل، وهو يعمل على زيادة مساحة الاتصال وبالتالي يقلل الإجهاد على السطح المفصلي. بوجود الإصابة في الغضروف قد يحدث تمزق لجزء بسيط من الغضروف أو أحيانا جزء كبير. هذا الجزء المتمزق قد ينفصل وينحشر بين سطحي المفصل وبالتالي يؤدي إلى آلام وأحيانا تورم متكرر، وأيضا قد يؤدي إلى أعراض نسميها ميكانيكية مثل انقفال المفصل وعدم قدرة الشخص على مد الركبة. يتم تشخيص تمزق الغضروف بالتقييم السريري بإجراء الفحص السريري، ونحتاج أيضا إلى صورة الرنين المغناطيسي لتأكيد التشخيص ومعرفة طبيعة الإصابة في الغضروف. بعد التشخيص تتم المعالجة، والقرار في العلاج يعتمد على طبيعة الإصابة. فإذا كان التمزق صغير وفي الجهة الداخلية للمفصل يتم علاجه بإزالة الجزء المتمزق، وهي عملية تتم بالمنظار، عملية سريعة والشفاء منها سريع. أما في الحالات التي يكون فيها التمزق أقرب للخارج إلى حافظة المفصل ويشمل جزء كبير من الغضروف، فلا ينصح بإزالة الجزء المتمزق وإنما يتم إصلاح وخياطة الغضروف. من الممارسات الخاطئة حقيقة هو أن يتم إجراء إزالة للغضروف حتى بوجود إصابة كبيرة، وذلك بهدف الشفاء السريع والعودة السريعة إلى اللعب، وهي ممارسة خاطئة لأن لها الأثر الكبير على مستقبل المفصل من ناحية الآلام المزمنة واحتمالية حدوث أيضا احتكاك مبكر في المفصل. ومن الإصابات الأخرى للركبة أيضا هو قطع الرباط المتصالب الأمامي، وهي إصابة شائعة جدا عند الرياضيين. والرباط المتصالب هو رباط داخل المفصل وليس له القدرة على الشفاء، وفي حال حدوث قطع للرباط يعاني المريض من أو اللاعب من احتمالية السقوط المتكرر أثناء ممارسة الرياضة. وفي معالجة هذه الحالة المرضية عادة ما يتم زراعة الرباط وليس إصلاحه، ويتم عادة زراعة الرباط بواسطة المنظار بتقنيات خاصة، ومن أحدث هذه التقنيات هي ما يسمى تقنية العمل من الداخل. إذا يتم زراعة الرباط المتصالب بشكل كامل من داخل المفصل دون الحاجة إلى فتح قناة العظم، ما يمكن اللاعب من تأهيل أسرع وألام أقل. من الإصابات الأخرى أيضا للركبة هو إصابة الأربطة الجانبية، وهي أربطة خارج المفصل. بالنسبة للرباط الجانبي الأنسي أو الرباط الداخلي يتم عادة معالجته بالطريقة التحفظية دون إجراء تداخل جراحي. أما بالنسبة للرباط الخارجي أو المسمى أيضا الوحشي فهي إصابة حقيقة قوية، وتترافق عادة بوجود إصابات أخرى في المفصل مثل إصابة الرباط المتصالب الأمامي. وإذا لم يتم تشخيصه، وعادة ما يتم التشخيص بطريقة سريرية، فإذا لم يتم تشخيصه هذا يؤدي إلى فشل مبكر في عملية الرباط المتصالب. وبعد عملية زراعة الرباط عادة ما يحتاج الشخص أو اللاعب إلى فترة تأهيل قد تصل من 4 إلى 6 شهور قبل العودة إلى اللعب. ومن الأخطاء الشائعة أن يعود اللاعب أو الشخص إلى ممارسة الرياضة قبل استكمال برنامج التأهيل، وهذا يجعله عرضة لتكرار الإصابة. وفي الختام، إن كنت تعاني من إصابة في الركبة فاعلم أن الهدف من العلاج هو الشفاء التام والعودة إلى اللعب، وليس فقط العودة المبكرة إلى اللعب مهما استغرقت فترة العلاج.